وكان ودنا يكون ايضا لاعب خبير اخر مع منتخب الامارات عامر موجود. هذه محاوله خطيره وهدف يسجل لصالح المنتخب الياباني. هدف يسجل لصالح المنتخب الياباني بعد كره كانت ملعوبه خلف مدافعي منتخب الامارات. استغلالها كان مثالي، وانا قلت ان المنتخب الياباني يعني استغلاله للهدايا ياتي بصوره سريعه جدا. يسجل الان ان يتعرفوا على بعض اللاعبين الحاضرين لمنتخب الامارات في هذه المباراه الان، وهذه محاوله قائمه الان للمنتخب الياباني. تاتي العاليه وياتي الابعاد وهذه خطيره وفرصه وهدف ثاني. نفس الطريقه، نفس الاسلوب، نفس الكره من خلف مدافعينا. هدف ثاني، هدف ثاني يسجل لصالح المنتخب الياباني.